دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم ظواهر مدهشة. برنامج تمثيلي أسبوعي يبحث في تفسير الظواهر الغريبة في الكون. الإعداد والحوار الدكتور طالب عمران. المخرجان المنفذان أمير دياب وفراس عباس. ظواهر مدهشة للمخرج مازن لطفي. حلقة اليوم بعنوان استعدادات غير مسبوقة. كانا على وشك الوصول إلى الفندق عندما اعترض طريقهما عباس العامل هناك. كان يبدو ملهوفا مرتبكا. توقفت هالة وجمال وهما يريانه يقترب. آنسة هالة، جيد أن لقيتك قبل أن تدخلي الفندق. خيرا يا عباس. كيف حالك أستاذ جمال؟ بخير بخير، ما الذي يجري؟ بصراحة يا آنسة هالة، أتى رجال منثمون وطلبوا مفتاحي غرفتيكما أنت وفارس، وقد فتشوا في أغراضكما وطلبوا منا عدم السماح لكما بالإقامة عندنا. يبدو أن الأمر يشكل خطرا على حياتكما. ماذا تقول؟ وما الذي فعلاه؟ لا أدري يا سيدي، الوضع يتبدل. هناك الكثير من الغرباء تدفقوا على المدينة، يظهرون من المداخل ثم يختفون، ويبدو أن الغالبية من المسؤولين عندنا يتعاونون معهم. وأنت يا أستاذ جمال، انتبه لنفسك. أنا ابن المدينة وعشت طوال عمري فيها، لا أحد يستطيع الطرد منها أبدا. أرى رجالا ملثمين يقتربون منا، سأبتعد عنكما. إياك يا آنسة هالة أن تدخلي الفندق عن إذنكما. سأرى ما يفعله هؤلاء الأوغاد. أرجوك يا أستاذ، ثمة شيء غريب يحدث. مدينتكم على وشك أن تشهد أحداثا خطرة. عباس رجل يبدو صادقا، لن أقترب من الفندق. ولكن هذا يجب أن يتوقف. يتوقف؟ شهدت أحداثا خطرة وأنا في سراديب مدينتكم، وتيقنت أن شيئا مرعبا يخطط له. إذن لماذا جئت إلى هنا قاصدة الفندق؟ لبلاهتي، اعتقدت أنني أستطيع أخذ جهاز النقال لتصوير ما يحدث في السراديب. ولكنك تحملين جهازا رأيته أكثر من مرة في حقيبتك الصغيرة. جهاز قديم لا يملك القدرة على التصوير في الظلام أو في أمكنة خافتة الضوء. واعتقدت أن أغراضك وأغراض فارس في أمان في الفندق؟ عملونا بلطف، وحتى الآن لم يعتدي علينا أحد. ربما حين يحين الوقت المناسب يحدث ذلك. هناك مخططات مرعبة تجري، ولكن حتى الآن ما زالوا يستخدمون اللطف مع السكان، وخاصة من هم في سني المتقدم. وماذا سأفعل الآن؟ يجب أن أعود إلى السراديب. فارس ينتظرني وهو قلق علي.
تحبين؟ أقصد تحبين فارس؟ منذ أيام ونحن مع بعضنا جئنا في مهمة البحث عن الأسرار هنا، ومررنا بساعات عصيبة. من البديهي أن نكون قريبين من بعضنا. لا عليك يا ابنتي، لا عليك، لا دخل لي بخصوصياتك. هيا نعد إلى هادية، لن أتركك تغامري بالعودة إلى السراديب. يجب أن أعود. من خلال كاميراتكم عرفت المكان الذي يتواجد فيه فارس ومن معه، ليس صعبا علي الوصول إليه. وكيف؟ مع الجموع الهادرة المتدفقة إلى السراديب، سأكون واحدة منهم، أرتدي لباسهم الأسود وأغطي وجهي كما تفعل نساؤه. وإن اكتشفوك يا ابنتي؟ لا تقلق علي يا عم جمال، سأصل إلى هناك. أنا قلق عليكم، على هادية. سنسمح لك بالذهاب إلى المكان الذي ترغبين، ولكن بعد أن نعود إلى هادية وتجتمعين مع بقية رجالنا. المشكلة أن الوقت شديد الحساسية، ولا أدري إن تمكنت بعدها من الولوج إلى السراديب مع غرباء آخرين يتدفقون إلى ساحات الأقبية. سنرى كل شيء بالكاميرات، لا تقلقي. لا بأس، قد أحصل على معلومات جديدة مفيدة منكم. إذن لنبدأ رحلة العودة. وكيف تمكنتم من السيطرة على مركز المراقبة؟ لتلك قصة ستحكيها لك هادية، فهادية تعرف تفاصيلها بدقة. لا بأس. كان فارس ومن معه يعانون من نقص الطعام والشراب، وقد أصبح الجو مزكوما بروائح الغرباء وحرق المخدرات التي يتناولونها مع السجائر. بل وسيطر على من مع فارس شعور بالانتشاء إلى حد ما، لدرجة أن فارس أصابه الرعب من ذلك. أرجوكم ضعوا الكمامات، المكان يكاد يحنقنا بروائحه المخدرة. ولماذا نشعر بالنشوة؟ لأن العديد من الغرباء يدخنون الحشيش الذي وزعوا عليهم مع حبوب الكبتاجون بكميات كبيرة إضافة للعملة الصعبة. رائحة الحشيش منعشة، تختلف عن رائحة دخان السجائر. وهذه النشوة قد تجعلك تهلوس بعد قليل. ضع الكمامة، وإلا دخلت فيها هلوسة لا نستطيع إيقاظك منها. معك حق يا أستاذ فارس، ضع الكمامة بسرعة. ما الذي يخطط له هؤلاء؟ ولماذا هذا التدفق على السراديب؟ حسنا، يجب أن أتابع ما يجري بدقة. لقد حضر المحافظ. سكوت. أهلا وسهلا. هدوء. بعد قليل يصل إلينا موفد مهم من أشقائنا، يحمل لنا التعليمات وسيخاطبنا ليطلعنا على الخطط الجديدة. ألا تعرف شيئا عن هذه الخطط سيدي المحافظ؟ فلا يا باهلة، ولكنه يعرف التفاصيل أكثر. ماذا فعلت مع الأطفال يا ميمونة؟ أعطيت بعضهم جزءا من حبة انتشار. أيتها الخبيثة، تستطيعين إعطاهم التعليمات التي تريدين حتى بقتل أهلهم. فصلنا النساء اللواتي هن في سن مناسبة للمتعة عن الأخريات. زوارنا القادمون بسبب حرمانهم الطويل قد يرضى بعضهم حتى بمن هن في الخمسينات. لا تقلق يا سيدي، الكثير من النسوة
ومن تعاني منهن من الجوع أشبعناها وأعطيناها حبوبا مهدئة، تلك التي نسميها حبوب النشوة، فأصبحت جاهزة للاستسلام. اتركني، ابتعد عني. ولماذا أبتعد عنك؟ تعالي إلى هنا. هي ما زالت طفلة يا عوام، لم تبلغ بعد. أحب الفتيات في هذا السن. ماذا تريد مني؟ اهدئي يا صغيرة، اهدئي، سأحميك منه. حاولي أن تتوقفي عن البكاء. إنه يحاول تمزيق ثوبي. ابتعد عنها يا عوام. ومن أنت حتى تتدخلي في شؤوني؟ ها؟ طفلة، طفلة صغيرة يا عوام. تعال إليها، إلى ميمونة، إلى امرأة ناضجة ستشبع رغبتك. أما طفلة، قاتلك الله. أنا أحب ذلك. أحب اغتصاب الصغيرات، فعلتها مرارا. يا لك من حقير. اتركيها، سأخذها. لن أسمح لك. ما الذي يجري يا باهلة؟ لا تقولي له شيئا. بل سأقول له. خائف منه؟ لست خائفا من أحد. طيب عوام يا سيدي. ما به يا باهلة؟ أريد أن أتبنى هذه الطفلة يا سيدي. يتبناها على طريقته وهي خائفة. ألم تشبع من اغتصاب الصغيرات؟ حولك الكثير من النساء، اختر واحدة. يبدو أنك تتلذذ بتعذيب الصغيرات. نعم يا سيدي نعم. اسمح لي بأخذ هذه الصغيرة الجميلة. أيها الحيوان، اترك حفيدتي، اتركها. ماذا أيتها الحيزبون؟ أيها الحقير، اتركها، إنها في عمر حفيدتك. عوام، ابتعد، ابتعد يا عوام، لا نريد مشاكل، سيصل الموفد بعد قليل. اتركني أقتل هذه العجوز وأقطع أعضاءها. قلت لك اهدأ وابتعد. تعالي يا صغيرتي، لا تخافي، تعالي. جدتي تتألم، جدتي حبيبتي، ماذا فعل لك هذا الورد؟ أتي بخير يا حبيبتي، لا بأس، المهم أنه ابتعد عنك. شكرا لك أيتها المرأة الطيبة، أعتني بها أرجوك، خائفة عليها من ذلك النزل. لا تخاف، ابتعدي عنها يا صغيرة. ما اسمك؟ اسمي علياء، جدتي تنزف. لا نستطيع أن نفعل لها أي شيء، لا مجال لمساعدتها، سيعاقبونني إن ساعدتها. اقبلي مساعدتي وابتعدي قبل أن ينتبه المحافظ. لا لا، جدتي. كان عوام قد انقض بساطوره على العجوز، فشق جسمها إلى قسمين وسط رعب النسوة الأخريات. وكأن ذلك أغضب المحافظ فأمر باعتقاله. خذوه بعيدا وسنرى كيف سنعاقبه. نحن نحتاجه يا سيدي، اعف عنه أرجوك. ارتكب خطأ يا ميمونة،
ويجب أن يعاقب عليه. بهذا العمل نحن نقتل الكثير من أمثال هذه العجوز. ولكن ردة فعله كانت تحديا لي أمام الناس. عفوا وأرجوك يا سيدي، نحن نحتاجه كثيرا. لا بأس، بعد قليل اجلبيه إلي من جديد ليعتذر أمام الناس. شكرا لك يا سيدي، لم أدفئك منذ زمن، ألا تحتاجني؟ اشتقت إليك. أنت خبيثة يا ميمونة، نفذي ما قلته لك. كان فارس يراقب ما يجري وقلبه مفعم بالحزن، وهو يرى ما يحدث للناس الذين جلبوهم من القرى المجاورة بتهم مختلفة، ربما لأن الرجال في تلك القرى قاوموا وجود الغرباء. ولكن دفعة جديدة من أهالي المناطق المجاورة تدفقوا على الساحة التي رغم اتساعها كادت تمتلئ. كانوا من أهالي قرى أخرى جاءوا ليقدموا الولاء للأمير وأتباعه وللمحافظ الذي عد نفسه نائبا للأمير. كانت تثقل يده تلك المخطوطة التي تركها عرفان بخط يده، كان متشوقا للاطلاع عليها، ولكن الأحداث كانت تتسارع، وقد شغله غياب هالة التي كان يجب أن تعود سريعا. كانت هالة في ذلك الحين في طريق العودة إلى المكان الذي تقيم فيه هادية، وكان الطريق في بعض الأحيان مزدحما بالغرباء، ورجى جهاز صغير في جيب جمال. أتحمل جهازا جوالا؟ لا، هو جهاز صغير بحجم زر القميص، يعمل في مساحة عدة كيلومترات، ابتكرناه وزودنا به جميع من يعمل معنا من الذين جربنا إخلاصه. وماذا يعمل هذا الجهاز؟ يبدو أن هادية ستكلمني. لحظة، أنا أسمعك يا هادية. لا أرى ميكروفونا، كيف تستقبل كلامها؟ طيب يا هادية، شكرا لك. كيف سمعتها؟ يوجد في أذني سماعة صغيرة جدا لا تكاد ترى. اسمع يا هالة، هادية أخبرتني أن هناك من يلاحقنا، وأن العديد من الحراس ينتشرون في المكان الذي يجاور المكان الذي تقيم فيه. يجب أن نكون حذرين. ما رأيك لو نذهب معا إلى السراديب؟ سنختلط بالجموع ونضيع من يتبعنا. يجب أن نضيعهم. هادية تتابعنا جيدا بكاميراتها، سندور قليلا في المدينة أمام عدسات الكاميرات التي لدينا. ولكن كيف تمكنتم من الاستيلاء على أجهزة المراقبة والكاميرات؟ كنا نعتقد أننا مراقبون دائما، وكنا مرعوبين أحيانا من معرفة تحركاتنا من قبل الملثمين. هي قصة غريبة، ولكن لا بأس، سأرويها لك ونحن نتمشى في شوارع المدينة، فالوقت ما زال نهارا. متشوقة لسماع ذلك. حسنا، عندما بدأوا قبل نحو العام يجمعون الناس الموالين لهم عن طريق المال وحبوب الانتشاء والمتعة، وعن طريق فتاوى بعض الغرباء الذين أتوا قبل أعوام وانتشروا في أغلب المدن، يعلمون الدروس في أماكن منزوية غير خاضعة للرقابة، ويدسون في تلك الدروس ما يشاءون من توجيهات أسيادهم. في تلك الفترة انتبه المحافظ إلى أهمية الرقابة. نعم، ماذا فعل؟ أعطى أوامره لمن هم يعملون تحت إمرته ويثق بهم. هدوء لو سمحتم. يا إخوتي، مدينتنا الأثرية هذه
ستكون مركزا مهما في الأشهر القادمة لإدارة المدن الأخرى، وقد وصلتنا مساعدات كبيرة لمن يرغب بالعمل معنا ومع أولئك الذين يريدون منا أن نتحرك لنعيد مجد الإمارة لمنطقتنا. أها، يعني عندما تعود الإمارة نصبح أسياد أنفسنا. أنتم جميعا مخلصون لمدينتكم، شاركتم بكل شيء وكنتم أهلا للثقة. من الآن فصاعدا ستكون حركتنا مختلفة. ماذا تقصد يا سيدي المحافظ؟ سنبني أنفسنا كمدينة مستقلة عن المدن الأخرى. نعم. دون أن نلفت انتباه السلطة، أي أن عملنا سيكون شديد السرية، ومن يبح بسر من أسراننا سنحكم عليه الآن بالقتل والحبس. صحيح. وحبس أهله ومصادرة ما يملكه. هذا واضح يا سيدي، الخائن يقتل لأنه غدر بنا. بكل صدق أقول لكم إننا منذ سنوات نحضر لهذه اللحظة. لقد وسعنا السراديب والأقبية والمدينة القديمة تحت الأرض، وما زلنا نوسعها لأن لها دورا كبيرا في تجميع الموالين لنا. أنا أطلب من المهندسين المتفوقين ممن يعملون معنا بإخلاص أن يعيدوا عمل أجهزة الرقابة ويصلحوا أوضاع الكاميرات لنراقب كل شيء، وسيكون الفندق بقبوه المخفي هو مركز الرقابة. بارك الله جهودكم. سأشرف على ذلك بنفسي أيها السيد. لا بأس يا فؤاد، اختر من تشاء ممن تثق بهم. نعم نعم. وليكن المهندس شامل هو المسؤول، إنه أقرب الناس إلي، أنا أثق به وبقدرته. شامل رجل ثقة ومهندس متفوق. هذا عمل مهم يا سيدي. ستصبح أمير المنطقة. أنتظرك في الليل في المكان المعهود وسأريحك من تعبك. لا أريد أي أخطاء، وكل ما تريده يا شيخ فؤاد من مال وعون استلمه من مدير مكتبي. بارك الله فيك أيها السيد، بارك الله فيك. تابع جمال روايته لهالة وهما يتمشيان في طرقات المدينة، ممن قال عنها جمال إنها تخضع لمراقبة كاميرات هادية. وهو يحاول أن يكتشف من يلحق بهما ويراقبهما، لاحظ وجود رجل يرتدي أسمالا بالية يمشي بالقرب منهما وهو يعرج، ولم يرغب أن يبوح بوساوسه لهالة، لذلك تابع حديثه. عندما أكمل شامل بناء محطة الرقابة مستعينا بخبرات العاصمة، أجرى المحافظ الكثير من التعديلات حتى أصبحت المحطة مركزا مرعبا لمراقبة الناس حتى على أبواب بيوتهم، وبدأ يستقبل موفدين من مناطق أخرى. كانت هناك تحضيرات تجري في الخفاء لأمر جلل لم نعرف شيئا عنه. إلى هذه الدرجة؟ نعم نعم. اجتمعنا نحن وهادية ورفاقنا من الكتاب والفنانين والمبدعين في بيت أحد الأصدقاء، وقررنا البحث عن أسرار ما يجري، وهكذا دخل عرفان بينهم. ثم دخل آخرون تظاهروا بالولاء للإمارة التي يحلمون بإقامتها، وبدأنا نكتشف الأسرار المرعبة. فما يحضر للمنطقة شديد الخطورة. إنه يستبيحها وتاريخها وذاكرتها ومبدعيها. نعم، وما الذي حدث بعد ذلك؟ قررنا استغلال تدفق الناس الغرباء إلى مدينتنا وانتشارهم كملثمين وحراسا بلباس أسود وحاملين للبلطات والفؤوس. فدخل مهندس التقنية المتفوق سعد إلى أجهزة المراقبة، وبدأ يعبث بها ويغير من برامجها الإلكترونية،
وحتى لا يكتشفوا ما نقوم به بدأنا نقلص عدد كاميراتهم الفاعلة بعد رحيل شامل بحادث مؤسف. رحيل شامل؟ نعم، المهندس شامل مسكين تعرض لصاعق كهربائي في بيته فمات. وذكر لنا بعض رجالنا أن الحادث مدبر لأنه الوحيد الذي يعرف بوجود شبكة الكاميرات، وقد أعطى أسرارها لمساعده وهو أحد الغرباء الذين استقبلهم المحافظ في بيته، وكانوا صلة وصل مع صناع الإمارة القادمين. وهذا ما جعل سعد يفرق الكاميرات عن بعضها ليعطي قسما منها مشاهد عامة والقسم الآخر مشاهد تتحكم بها كاميرات متحركة؟ إلى حد ما كلامك صحيح. زرعنا العديد من الكاميرات المتحركة الصغيرة التي لا يلحظها أحد، ومن يلحظها منهم يعتقد أنها تتبع أجهزة مراقبتهم. وكذلك فعلنا في المدينة وفي الأقبية. هلا ما زال هذا المشرد وراءنا؟ لا لا، لا نستطيع الاقتراب من مكان هادية. أمعقول أنهم لم يكتشفوا وجودكم حتى الآن؟ ربما تظاهر أنهم لا يعرفون شيئا حتى يأتي الوقت المناسب لاقتحام مكانكم. ماذا تقولين؟ لو اكتشفوا وجود المكان الذي نجتمع فيه ونراقبهم من خلال الكاميرات لطارت رؤوسنا جميعا. لا أرجو ذلك، وإن كنت مستغربة أن المبدعين والرسامين والمفكرين يستطيعون زرع حكومة صغيرة داخل حكومتكم. لا تخافي، لدينا شبان مدربون يعملون معنا، عندما نحتاجهم سيكونون بين أيدينا. على كل حال حتى الآن نحن مطمئنون على وضعنا. اتركني أسأل هذا المشرد أسئلة، لا تقلق. ولكن كيف حالك يا عم؟ ماذا تريدين؟ أنت ابن هذه المدينة؟ نعم نعم، لماذا تسألين؟ أبحث عن آل الساهي. العم الذي معي أعتقد أنه يعرف بيتا من بيوتهم، ولكننا ندور منذ أكثر من ساعة دون أن نعثر على البيت. فعلا آل الساهي، آل الساهي، ربما رحلوا من هنا. أنت تشبهين قريبة لي، ما اسمك يا فتاة؟ لست قريبتك، أنا غريبة عن البلدة، جئت لزيارة العم جمال وأنا أعمل في الصحافة. أهل الساهي أقرباء أمي. ألا يعرفهم هذا الرجل؟ لا لا، إنه متقدم في السن، أعتقد أنه يعرف البيت ولكنه ضيعني حتى الآن. هاي، ماذا تفعلون هنا؟ الشمس توشك على الغروب. نعلم ذلك، نعلم ذلك، سنعود إلى بيوتنا، كنا نتمشى. هيا 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 يا ابنتي، سنعود إلى البيت. هي وأنت؟ أنا رجل على باب الله، مات أهلي وأصبت في انفجار أطار نصف رجلي هذه. تعرفانه؟ أنا من أهل البلدة المجاورة، جئت في الصباح و... ألو؟ نعم نعم سيدي. هل انتهت المهمة على ما يرام؟ نعم انتهت. حسناً ابتعد عن المكان بسرعة. نعم سأبتعد يا سيدي. كدت تضيعني، لماذا لم ترسم الإشارة؟ رسمتها عدة مرات ولم تلحظها. لا بأس، ولكن هيا لا تضيع الوقت، الشمس توشك على الغروب، ممنوع التجول في الليل. هيا. نعم نعم. لا يعجبني هذا المشرد. ولا أنا. أنت تشبهين قريبة لي، لم تقولي لي ما اسمك. هيا يا ابنتي سنذهب إلى البيت، لم نعثر على أقربائك. عن إذنك عن إذنك. لحظة،
هل يمكن أن تدبر لي مكانا أبيت فيه؟ آسف، ليس لدي مكان. على الأقل تطعمني، أنا جائع. اذهب إلى المطعم في ساحة البلدة، هو رجل كريم سيطعمك مجانا. عن إذنك. انتظر، لم أعرف اسمك بعد. اسمي لا يهمك. كان يتابعنا منذ زمن، هل تعتقد أنه سمع بعضا من حوارنا؟ لا تقلقي من هذه الناحية يا ابنتي، أنا حذرا في هذه الأمور. إنه يتوقف مع أحد الملثمين يتحدثان. هادية تحادثني. نعم يا هادية. هل عرفته؟ لا، لم أعرف ذلك المشرد. إنه عامل الفندق الذي يعمل فيه عباس، تابعكم منذ أن التقى بكم عباس. أعتقد أن عباس يتعاون مع هالة وطلب منه متابعتكم. لماذا لم تحذرين منه؟ سمعت ما قلته لهالة أنك تشك به. هل عباس في مأمن؟ ألن يؤذوه؟ لا تقلق من هذه الناحية، رغم طيبة عباس وعدم تنفيذه الكثير من أوامرهم، إلا أنه من قبيلة المحافظ وهذا يشكل دعما له. ولكنه يبدو فقيرا جدا. في القبيلة الكثير من الفقراء. اسمع يا جمال، عودا عن طريق السراديب في الجهة الخلفية، أنت تعرف بعضها. ولكن هالة تريد العودة إلى مكان المجموعة للانضمام إلى فارس. إذا لم تنجح في الوصول إلى أحد السراديب في الجهة الخلفية، اتركها تعد وحدها، واعطها سماعة تضعها في أذنها وميكروفونا تضعه كزر من أزرار سترتها. طيب، ماذا قالت لك؟ سأخبرك في الطريق ونحن نتحدث. عندما عرض جمال على هالة الافتراق عنها، ترددت قليلا قبل أن توافق، خاصة عندما أخبرها أنه سيضع ميكروفونا صغيرا مع سماعة أذن تزرعها بطرف صوان الأذن بشكل لا يمكن أن يلحظه أحد. ولكن جمال عاد عن اقتراحه، وقد خرجا إلى مكان فيه عشب طويل، حيث تنزرع على عمود صغير عدة كاميرات تمسحه من كل الجهات. بيتي خلف هذه التلة، والمكان الذي يمكن أن نصل به إلى هادية في فتحة داخل هذه الأعشاب، ما رأيك؟ زودني بالميكروفون والسماعة وسأظل على اتصال بهادية، أي بكم، هذا أفضل للمجموعة. سأعرفك زوجتي وابنتي المشلولة ثم نذهب إلى هادية. أرجوك، يجب أن أصل لفارس. سأوصلك إليه، اطمئني ولا تقلقي، ثم إن هادية تراقبهم بكاميراتها. وإن تعرضوا لخطر كيف ستخلصهم منه؟ ستحذرهم أولا، ولكنها لا تملك الوسيلة المناسبة. أقصد، لو كنت هناك لاستمعت لتعليماتها جيدا، أو ربما طلبت منها العون في الطريق المناسبة للزوغان من الغرباء. معك حق، كيف ستدخلين إلى فارس وجماعته؟ أذهب لساحة البلدة وأختلط مع الناس الذين يتدفقون على السراديب. الوقت غير مناسب، الشمس غابت، وربما لن يكون هناك من سينضم إلى جماهير السراديب. جمال، أعطها السماعة والميكروفون، هناك سيارات شاحنة قادمة فيها الكثير من الناس، سيلتحقون بالآخرين في السراديب. أنا أتابع وجه فارس، إنه قلق جدا، ربما على هالة. لا بأس، زودها بالجهازين، ستجربهما ثم تعود إلى الساحة. حسنا، كما تشائين. ماذا قالت لك؟ الكثير من الشاحنات المليئة بالناس قادمة إلى الساحة، سيلتحقون بغيرهم في السراديب،
خذي السماعة يا ابنتي وثبتيها في صيوان الأذن، وسأضع الميكروفون الصغير هنا بين أزرار سترتك. جربيها يا هالة. هالة، أتسمعينني؟ نعم يا خالة، أسمعك جيدا. على بركة الله، سأكون معك لحظة بلحظة. هالة يا ابنتي، انتبهي لنفسك، أرجو أن أراك وفارس قريبا. إن شاء الله يا عم جمال. إن شاء الله. افترقا وسط إحساس جمال بالحزن، فالأيام المقبلة شديدة الصعوبة. أما هالة فأحست بالأمان وهي على اتصال مباشر مع هادية التي وجهتها لترتدي عباءة سوداء تغطي بها نفسها قبل أن تصل إلى الساحة. كانت الشاحنات تتوقف في محيط الساحة وينزل منها الناس رجالا ونساء ومتقدمين في السن وأطفالا في سن اليفاعة. وجهتها هادية لتدخل بين مجموعة نساء وأن تأخذ حذرها منهن. من أنت؟ أنا العنود. وأنا حصة. تبدين شابة يا العنود. انتبهي يا هالة، خففي من الحديث حتى لا تعرف لهجتك. أنت نبيهة بتسمية نفسك بالعنود. الحمد لله، أنا مطلقة، ربما أسعفني الحظ بالزواج. يقال إن الشيخ فؤاد يدبر الزيجات المؤقتة لكل النساء. سأكون زوجة لأحد الرجال الأقوياء. لك أولاد؟ لا، طلقني زوجي لأني لم أنجب له. هيا تحركنا بسرعة. هيا، نائب الأمير سيتحدث إليكن في الساحة المقدسة في الأسفل وسيفرزكن لرجاله. هيا كوني إلى جانبي، أنا وحيدة. النسوة يدفعنني، قد أراك تحت. أنت شابة جديدة، ما رأيك لو تأتين معي؟ احذري منه، إنه عامل الفندق، لا تتحدثي معه. لا تقلقي، هو لا يعرفك، ليس المشرد وإنما عامل آخر، كوني حذرة. أين أختي؟ حصة، حصة. سألاحقك حتى الساحة. العنود، أين أنت؟ أنا هنا، سأكون معك. كأني أعرف صوتك. تعرف صوتها؟ هي قريبتي. ماذا تريد منها؟ أنت فتية أيضا، تذهبين معي؟ معك؟ أريني وجهك. أنت مقبول، تتزوجني؟ نعم، لا تقلقي. يزوجنا الشيخ فؤاد. تعرفينه؟ ومن لا يعرفه، هو مفتي الجماعة. سأراك في الساحة، سأتبعك. هيا يا العنود، سيلاقيني في الساحة. أعجبك شكله؟ لا بأس، قال إنه سيتزوجني. تمكنت هالة من الدخول مع المجموعات المتدفقة، ولم تسلم من مضايقات بعض الملثمين الذين كانوا يضايقون النسوة بالاحتكاك المقصود وبالدغدغة والقرص بالأصابع. ولكن الجموع وصلت الساحة التي كان المحافظ يطل من إحدى شرفاتها. حذرتها هادية من خلال السماعة أن تكون أكثر حذرا من عامل الفندق الذي تمكن من ملاحقتها وحصة. حاولي أن تأخذيه إلى مكان تواجد الشيخ فؤاد حتى يكون الأمر جديا. معك حق يا العنود، هذه فرصتي كي أتزوج وأرتاح. تريد رؤيتي؟ ما رأيك؟ وجهك، أريد رؤية جسمك تحت العباءة. تعال معي، هيا. عن إذنك يا العنود، سأراك بعد قليل. بالتوفيق يا حصة.
انظر إلى وجهي، وها أنا ذا أفتح العباءة. أنت فاتنة. تعال معي. إلى أين؟ حتى أصبح ملكك يا رجلي الذي كنت أبحث عنه. استغلت هالة الوضع فانسحبت معتمدة على توجيهات هادية عبر السماعة، وببراعة وحذر وصلت إلى فارس والمجموعة. فوجئ بها فارس فشعر بسعادة، وكانت الجماهير تتدفق إلى الساحة حتى أنها لا فوجئت بالازدحام وبالعدد الكبير الذي تستوعبه هذه الساحة تحت أرض المدينة. ما زال الناس يتدفقون، من أين لهذه الساحة أن تستوعب مثل هذا العدد؟ أمر غريب حقا. هلا، كأن بعضا منهم يتوجهون صوب المكان الذي نحن فيه. قد يصلون إلينا ويكتشفون وجودنا. مستحيل أيتها السيدة، الباب الذي دخلنا منه غير قابل للاكتشاف. هادية، هل اكتشفوا وجودنا؟ انتبهوا جيدا، حتى الآن يتجاوزون الباب السري. لا تحاولوا القيام بحركة، الجماهير تتدفق وتملأ الشرفات المطلة على الساحة. كان الوضع حرجا جدا، وكان للقصة نهاية أخرى، وقد أظهرت هذه الاستعدادات غير المسبوقة عملا فاعلا مرعبا طال الجميع. في الأسبوع المقبل نلتقي مع حلقة جديدة. إلى اللقاء. كانت حلقة اليوم بعنوان استعدادات غير مسبوقة. ظواهر مدهشة. المخرجان المنفذان أمير دياب وفراس عباس. وتحية من الدكتور طالب عمران والمخرج مازن لطفي.